حينما نتحدث عن الصناعات الدفاعية والعسكرية داخل المملكة العربية السعودية فلدينا عملاق كبير وهي شركة سامي. للحديث حول شركة سامي ومستقبلها ورؤيتها أيضا للصناعات الدفاعية داخل المملكة وكذلك مساهماتها في تحقيق رؤية 2030 معنا الآن المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي لشركة سامي. باشمهندس أهلا بك معنا في عسكري تاريخ. الله يحييكم وشكرا لاهتمامكم في هذا الموضوع الحيوي والمهم جدا. ربنا يخليك باشمهندس. يعني اليوم نحن في معرض الدفاع العالمي، هذا المعرض الذي ينظم داخل المملكة العربية السعودية، معرض كبير بهذا الحجم. ليس لدينا فقط الآن في هذا المعرض شركات محلية كبيرة مثل شركة سامي وشركات أخرى، لكن الآن نرى كل هذه الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. أولاً كيف ترى هذه المشاركة الكبيرة من هذه الشركات في هذا المعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أعتبره فعلاً فخر لكل سعودي أن يكون في عندنا على أرض الوطن معرض بالحجم هذا بالكمية وبالمشاركة الكبيرة هذه. هذا أول معرض دفاع يقام في المملكة العربية السعودية، وكان معظم الشركات في العالم طلبوا أن يكونوا مشاركين هنا. 45 دولة تواجدت في هذا المعرض، 85 وفد جم من جميع شتى أنحاء العالم، 600 صحفي موجودين حاليا لتغطية هذا الحدث، و30 ألف واحد سجلوا لدخول المعرض. فهذه تعطيك يعني فكرة عن أهمية السوق السعودي للصناعات العسكرية وتوطين الصناعات العسكرية وصناع والرائدين عالميا في صناعات الأنظمة العسكرية. فيما يتعلق بمشاركة شركة سامي داخل المعرض، أبرز المشاركات التي تمت من شركة سامي داخل هذا المعرض؟ طبعاً إحنا الحين صراحة أطلقنا هويتنا الجديدة وحبينا نطلقها في معرض الدفاع العالمي. سامي الآن عندنا صار تقريباً 5 قطاعات. قطاع الإلكترونيات المتقدمة، كما تعلم إحنا استحوذنا على شركة الإلكترونيات المتقدمة في نهاية 2020، الآن صارت جزء لا يتجزأ من شركة سامي، صاروا اسمهم سامي للإلكترونيات المتقدمة. يوجد عندنا قطاع سامي للأنظمة الجوية، وسامي للأنظمة الأرضية، وسامي للأنظمة البحرية، وسامي للأنظمة الدفاعية. فوجود الأنظمة هذه القطاعات الخمس بإذن الله سنستطيع أن نغطي كامل متطلبات توطين الصناعات العسكرية. طيب باشمهندس، تحدثتم عن أنكم خلال مستهدفاتكم في تحقيق رؤية 2030 تخططون لأن تصبحوا من أكبر 25 شركة أو 25 شركة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. أين وصلتم الآن؟ وهل الفترة المتبقية حتى 2030 كافية لأن تصبحوا من أكبر 25 شركة؟ نعم، سؤال مهم جداً. أنت تعرف في أي شركة أصعب شيء في أي شركة جديدة هو التأسيس، وقت التأسيس للانطلاق. عمر شركة سامي 4 سنوات و2 شهر بالضبط. في نهاية 2021 أصبحنا رقم 85 عالميا في أكبر شركات دفاع في العالم، فقط 4 سنوات نقول، لأن بداية العمليات الفعلية ابتدت في يناير 2018. بإذن الله السنة نهاية السنة القادمة كان نكون في مركز السبعينات. وأؤكد أنا للجميع ووعدنا لسيدي سمو ولي العهد مهندس رؤية 2030 أن بإذن الله قبل نهاية 2030 سنكون من أكبر 25 شركة دفاع في العالم. باشمهندس، لديكم شركات استراتيجية مع عدد كبير من الشركات العاملة في مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم، لكن أنت تعلم جيدا بأنه هناك تحدي كبير، وهو التحدي المتعلق بنقل التقنية وكذلك نقل المعرفة لتكوين أيدي عاملة في هذا المجال، شباب سعوديين في هذا المجال لديهم الخبرة الكافية للدخول في هذا المجال. أين وصلتم في مسألة نقل التقنية ونقل التكنولوجيا الغربية في هذا المجال؟ لا، برضه سؤال جيد جدا. طبعا احنا الحمد لله فعلا أسسنا شراكات مع أكبر شركات دفاع في العالم، يعني أذكر منها أمثل وليس الحصر، لوكيد مارتن رقم 1 في العالم في أنظمة صناعات الأنظمة الدفاع العسكرية، ألفري هاريس، تاليس الأوروبية، CMI اللي هي شركة الرائدة البلجيكية في أبراج الرماية. فبإذن الله لم يأتوا أو يؤسسون شراكة مع شركة سامي إلا عندهم الثقة الكاملة، لأن سامي تتوجه في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف رؤية 2030. في المعرض الدفاع العالمي استرى أنظمة لسامي تم تصميمها في المملكة 100%. عندنا أنظمة طائرة حارس الأجواء، طائرة مسيرة حارس الأجواء، تم تصميم الطائرة عن طريق
مركز الأمير سلطان للأبحاث والتطوير، ولكن تصنيعها بالكامل وتسويقها للقوات المسلحة في المملكة حيكون كله عن طريق سامي. يوجد شراكات مع شركات أمريكية برضو في توطين صناعات تكون كامل حقوق الملكية في المملكة العربية السعودية. بالنسبة للبحرية يوجد نظام اسمه حزم، هذا النظام الآن تملكه المملكة العربية السعودية 100%، وهو نظام إدارة المعارك لأي سفينة بحرية. يوجد لنا 31 مهندس ذهبوا لإسبانيا لتطوير النظام هذا، والحين بإذن الله بيرجعون هم يكملون تطوير النظام واستخدامه في السفن البحرية. فلذلك الحمد لله قطعنا مشوار كبير، بتكون يكون لنا أنظمتنا الخاصة، حقوق الملكية 100% لنا، وبإذن الله أنا متأكد أن مستقبلنا واعد. مهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي لشركة سامي، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا في عسكري تاني. الله أشكركم جدا، أنا أظن برنامج جاب وقته لمستوى الوطن العربي، نحتاج الخبرات، نحتاج تحفيز المستثمرين للدخول في القطاع هذا. بإذن الله في المستقبل تكون زيارة في مصانع سامي، ترى المنتجات وترى أيادي وطنية يعملون على أنظمة متقدمة عسكرية.